انا الحين في مطعم كوم شفرت لها لا وجهت فيها تمام على قمة تشوف زنبور من تحت من تطلع من أزنقول تبي بحيرة السمك القرية الجميري تابي قبل الأنهر هذه والقعدات تشوفون أعلى القمة فيها ذي قبل القعدات وقعدات سوا حتى الشلال فوق فاللي له مزاج وجلسة مشوي طبخ الأجواء على الطريق بمركابي ممتاز. هذا على طريق بحيرة السمك جابكم النهر ولا العاب اللي قاعد تشوفونها. هذه قرية ديميري كابي ديميري كابي تمتاز بالانهار اللي من تعرف منين تجي شلالات تجيك من فوق من تحت مناظر يعني عجيبة غريبة أكلمكم حتى الجدول قاعد يمشي من عندي يعني الشهادة لله المنطقة هذه والقرية هذه عجيبة مجرد الجلسة والتأمل فيها شيء بالخيال شوف المنظر الخلود هذه قرية ديميري كابي وبعدين فيها جلسات إذا تبون أهلها خدومين يعني حياتهم ضعيفة اللي يجيهم يشرب عندهم شاي وياكل عندهم واللي يتريق عندهم ويعطيهم ثم يحتسب الأجر فيه. هذه نبذة كاملة عن قرية ديميكا. ما شاء الله تبارك الله. لما نشوف الخضار والربيع والماء يشوفونه تشرب من الجبل وسط الطبيعة الخلابة صراحة نقول طبيعة رائعة ما شاء الله الله يطرح فينا برضه ما شاء الله هذا باتجاه بحيرة السمك أنا الحين موجود في قرية ديميري كابي اللي على طريق بحيرة السمك لكن بحيرة السمك مغلقة الحين بسبة الثلوج اللي قاعد تشوفونها والطريق الشهد الله وعي لكن مع المناظر ومع الأجواء الحلوة اللي قاعد تشوفونها والخضار والربيع رغم أنها تشوفون الثلوج هذه لأن أجواءها ممتازة الشهد الله برودتها مناسبة والمنطقة حلوة لكن المشكلة اللي بيطلع من أزنقول يكون شنو؟ يكون طريقها وعر وعر جدا. فالحمد لله اليوم دفى رغم ان الغيوم جتنا ورغم ان الجدول هذا هو بجنبنا تشوفونه يمكن الغيم نزل علي.
لكن مناظرها شهادة لله خلابة. لكن مع الأجواء هذه مع المناظر هذه ما يصلح لنا إلا شغلة واحدة، إن الواحد يجيب عزبته ويضبط كبسته بنفسه. فالأجواء هذه ما يبيلها إلا كبسة على مزاج، إن الواحد يأكل كبسة من طبخ يدينه وبعد الانتهاء منها يخدر له شاي ويستانس على الأجواء هذه. مع ألف سلامة. بعد الكبسة الحلوة غوري وسكانة شاي على بخور والإطلالة اللي قاعدة تشوفونها.